تحس الحلاوه والطعامه دي. شفتيني بقى؟ وريني كده اهو. الحمد لله ربنا ستر. طب ما انت لابسه كتف وكتف. ما هو كفايه فساتير، كفايه فساتير. على العموم اهلا بك يا نوجي، وهابي نيو يير يا حبيبتي. عملتي ايه في السنه دي ولا هي اللي عملت فيكي؟ احنا الاثنين عملنا في بعض. عدت حلو؟ فيها حاجات حلوه وفيها حاجات مش حلوه، بس انا شايفه ان الحلو عدى اكتر. الحلو عدى اكتر. يا عيني عليكي، برده مسلسل بطولتك وفيلمين جداد ومسلسلين في رمضان. مين الدجال؟ مش عارفه. مين اللي بيجلب لك كل ده؟ والله هموت واعرف، بس هو كان سايبني كل العمر ده كله وجاي السنه دي، يعني ما شاء الله. لا لا لا، بس جلاب جلاب. بس هايل صح؟ ده يا حبيبتي الف الف مبروك يا نيوجي. انا كمان اللي مستنيه اشوفه بجد فيلم المحكمه. حلو قوي. ايه ممسوكه في ايه؟ والله بيقولوا كل الابطال حاجه ممسوكين، كلنا ممسوكين الحمد لله. كلكم ممسوكين. وانت ايه قضيتك؟ طلع سوزي. سوزي. مفهوم مفهوم. لا كفاره يا حبيبتي الف سلامه. اتفرجي بقى شوفي سوزي. مصيبه سوده طبعا متوقعه. بس انا عندي سؤال بس يا نوجي. قولي لي. انا شفت يا حبيبتي افيش الفيلم على المحور يختي مبروزين ومنورين وش غدا عادل، وانت يا حبيبتي حاطينك في الاخر كده عند نزله الدائري. لا ما ايه، ما زعلتيش؟ والله اصل انا بحب اعدي جنب الدائري على طول، فبحب اشوفني عند نزله الدائري. يا حبيبتي ده ما حدش بيشوفك غير عبور المشاه. والله حتى وانا راجعه من ميدان لبنان قلت بقى يمكن اللي رايح كده واللي راجع كده طلع هو هو برضه المشاه. انت على الشمال تحت. بصي انا بحب غادة، فما تحاوليش توقعي ما بيننا. يا اختي كلنا بنحب غادة، بس برضك العضلة حلو. لا ما يلا الحمد لله. لا بس انا سامعة كمان انك بتصوري دلوقتي فيلم الملحد. مع حسين فهمي واحمد حاتم. ايوه. طالعة متجوزة مين فيهم؟ حسين فهمي. طب مش احمد برضو كان اولى؟ لا بس حسين فهمي برضو. زمن الشقاوة. ايوه بالظبط كده. ومعاكم شيرين ندى سمعت؟ معانا شيرين ندى وطارق عماد وصابرين. صابرين مين فيهم؟ صابرين. الاولانيه ولا الجديده؟ لا صابرين الاولانيه. هو في جديده؟ كان في قبل كده تيربون، وبعد كده بقى في بلوكه، وبعد كده بقى في اصفر، وبعد كده بقى في اسود. ما بعرفهاش خالص، لازم اقرا تحت الصوره دي مين عشان اعرف. صابرين والله. كلنا والله صابرين. بس على الله بقى المره دي ما يشولكيش من البوستر خالص. مش عارفه والله، بصي عشان معانا محمود حميده فممكن يشنونا كلنا، ما تقلقيش يعني. وشيرين بتطلع جنبه كده، وبالاشتراك مع نجلاء بدر. انت جايه تصفي النفوس صح؟ انا لسه ما خلصت تصوير الفيلم على فكره. لا بس كمان عجبني قوي مسلسلك الاخير. الا انا. انت والهام عبد البديع ومحمد التاجي وايناس كامل كوكبه من النجوم، مين دول يا نجلاء؟ يعني لما جالك السيناريو. والله استني بس، ما هم كويسين والله، عملوا ادوار حلوه. شفتيني وانا ام؟ شفتك وانت ام. شفتي والله طلعت ام كويسه. لا والله انت شطوره، انت بتمثلي حلو قوي. الحمد لله. لا بس انت الحق يتقال يا نوجي، احلويتي واتدورتي انت السنه دي. الحمد لله. ايه صحتك جت على الفاكسين؟ تصوري بعد ما اخدت الكورونا ايه بقيت تمام. واخدتي كورونا قبل الفاكسينه ولا بعد الفاكسينه؟ لا انا قدمت على الفاكسين جالي الكورونا، وبعد كده جالي يعني اول ما قدمت على الفاكسين جالي الكورونا على طول، وبعدين جالي الفاكسين الحمد لله. وايه اخدتي فاكسين ايه؟ سبوتنيك. سبوتنيك انت يا اختي، انا مالك؟ سبوتنيك. لا بس انا ملاحظه كمان يا نوجي انك بتشتغلي على نفسك جامد قوي اليومين دول. شفت الانستجرام؟ شغال عليه فعلا. مجهود بصراحه يحترم. بصي انا ابتديت اكتشف نفسي، فابتديت احسن صورتي. انت ما بتعمليش حاجه غير مكياج. الصور كلها مكياج مكياج مكياج. ما لقيتهم كلهم بيعملوا كده يا ابله، يعني انا اشمعنى انا الوحيده اللي مش بعمل كده؟ بتتشطبي في قد ايه بقى عشان تطلعي لنا بالمنظر الحلو ده؟ بعد المحاره باخد ساعه تقريبا، ساعه ونص. بس انا عايز اسالك يا نوجي كده، بما اننا ايه خلاص معرفه ربع ساعه، ايه حكايتك يا حبيبتي مع عمرو دياب؟ انا متهيألي ليكي صور معاه اكتر من دينا الشربيني وشيرين رضا. انا تقريبا ليا صور مع اكتر من صوري مع جوزي تقريبا، ابتديت اشوف. مش معقول. مش لا اصل انا وجوزي بنحبه قوي، يعني هو بيحبه اكتر مني كمان. بس انتوا اصحاب ولا باللي بيروحوا يطبوا عليه زينا كده وهو لا بنروح نطب عليه. وانت بنتي بنتينو بتعمليها تكذب عليا من الصبح. لا والله خالص وحياه ربنا، بس انا شفته في حته اروح اتصور معاه عادي خالص. مساء الخير استاذ عمرو، ازيك؟ ممكن صوره وكده. طيب
طباعه ايه؟ عاداته ايه؟ برج الميزان. إيه؟ برج الميزان والله؟ ايوه زي برجي بالظبط. ده انسب برج ليا. انت برج ايه؟ انا؟ اه انا برج الارمله. واتش ات.